مساء الخير. نشرة الأخبار من هنا سوريا، ونبدأها بالأخبار الميدانية. النصرة تعلن سيطرتها على البوكمال بعد معارك مع داعش. الجيش السوري يتقدم في الزارة وهاون على مبنى المحافظة بدمشق. أعلنت جبهة النصرة وكتائب إسلامية أخرى عن بدء معركة ضد داعش في دير الزور، بالتزامن مع إعلان حركة أحرار الشام نقض اتفاق يقضي بعدم الاقتتال في الحسكة. وأعلنت جبهة النصرة السيطرة على مدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش ولواء الله أكبر المبايع له. وتحدثت مصادر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في المدينة. وصل الجيش السوري تقدمه ببلدة الزارة في ريف حمص ما أدى لسقوط عشرات القتلى في صفوف المسلحين، معظمهم من الجنسية اللبنانية. عرف منهم علي شرشور وناصر لطوف وجاسم عاشور وضرار العلي. أما في دمشق سقطت قذيفة هاون على بناء النافذة الواحدة بالمحافظة ما أدى لوقوع إصابتين، كما سقطت قذائف هاون على مبنى المركز الإذاعي والتلفزيوني في إدلب ما أدى لأضرار مادية في المبنى. وإلى أخبار الأزمة السورية. الاتصالات قبيل جنيف 2 لا توحي بالتفاؤل. أموس: الأمم المتحدة لن تتراجع عن توصيل المساعدات لمن يحتاجها. طلال البرازي: طلبنا من القادة الميدانيين ضبط النفس بعد خرق الهدنة. عمران الزعبي: نتائج المؤتمر ستعرض في استفتاء شعبي. 600 مسلح عولجوا في مستشفيات إسرائيل وبالتنسيق مع المسلحين. صرح الأخضر الإبراهيمي قبيل عقد مؤتمر جنيف 2 أن الجولة الثانية لن تكون أفضل من السابقة وفق ما نقلت مصادر عن المبعوث الدولي إلى سوريا. أما مصادر الائتلاف فقالت بدورها أن لا توقعات باختراقات في هذه الجولة. والأوضاع تعقدت بعد زيارة رئيس الائتلاف أحمد الجربة إلى موسكو، مضيفة أن لا جدول أعمال حتى الآن على أن يلتقي الإبراهيمي رؤساء الوفود مساء اليوم الأحد لتحديد أجندة الغد. صرحت منسقة الأعمال الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس أنها محبطة بسبب تعرض قافلة مساعدات الإغاثة في مدينة حمص السورية لإطلاق نار، قائلة في بيان: أشعر بإحباط عميق لانتهاك فترة توقف القتال مدة 3 أيام بدوافع إنسانية والتي اتفق عليها الطرفان اليوم وتعمد استهداف موظفي الإغاثة. وأكدت على أن الأمم المتحدة لن تتراجع عن بذل كل ما بإمكانها لتوصيل المساعدات لمن يحتاجها. أكد محافظ حمص طلال البرازي لصحيفة الوطن السورية أن الهدنة تم خرقها من قبل المسلحين في المدينة القديمة بعد استهداف قيادة الشرطة في منطقة الساعة بعدة قذائف هاون. وأضاف: نحن من جانبنا طلبنا من القادة الميدانيين في حمص الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وعدم الرد لإكمال ترتيبات خروج مدنيين من المدينة القديمة وإيصال مساعدات لمن لا يرغب بالخروج. شدد وزير الإعلام عمران الزعبي على أن الوفد الرسمي السوري سيتوجه إلى جنيف مجدداً بروح الجماعية والمسؤولية الوطنية من أجل العمل على خلق مسار سياسي يفضي إلى نتائج حقيقية. وأكد الزعبي أن المصالح الوطنية العليا لسوريا ستبقى تحكم سلوك الوفد الرسمي السوري شخصياً وسياسياً وتفاوضياً، مضيفاً أن أي قرار قد ينجم عن مؤتمر جنيف 2 للسلام سيعرض على الاستفتاء الشعبي العام. نشر معهد واشنطن تقريرا إسرائيليا يقول أن الجيش الإسرائيلي نقل 600 جريح سوري للعلاج في مستشفيات إسرائيل وذلك بالتنسيق والتواصل مع المسلحين في سوريا. وجاء في التقرير أن إسرائيل تواصل تحركاتها ولكن في أغلب الأحيان بتردد نحو لعب دور في الحرب السورية. وأضاف أن إسرائيل قد تشعر أنها مضطرة لاتخاذ تدابير تهدف إلى منع تحرك المسلحين إلى أراضي جنوب دمشق. وإلى ملف الشرق الأوسط والعالم. اشتباكات في العاصمة التونسية واعتقال المتهم باغتيال البراهمي. نتنياهو يعترض على نشر قوات الناتو في الضفة. 800 عنصر من داعش قتلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في العراق.
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أن الشرطة التونسية قتلت مسلحاً واعتقلت 3 آخرين بعد اشتباك في العاصمة تونس. وأوضح المتحدث أن الاشتباك وقع بضاحية أريانة في تونس في ساعة متأخرة، وانتهى باعتقال 3 إسلاميين وقتل آخر بعد أن حاصرت قوات خاصة من مكافحة الإرهاب منزلاً للمسلحين. وأضاف أن أحمد المالكي المتهم الرئيسي في اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي. أشار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترض بشكل واضح على فكرة وجود قوات الناتو في الضفة الغربية كجزء من الحل المستقبلي لمفاوضات السلام مع الفلسطينيين، مؤكدا إلى أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بإمكانهما أن يبديا ملاحظاتهما بشأن مشروع السلام الأمريكي. أفادت مصادر أمنية عراقية أن أكثر من 800 عنصر من مجموعات داعش قتلوا خلال الأشهر 3 الماضية في العمليات الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة في أنحاء العراق. ونقلت شبكة الإعلام العراقية عما وصفتها بالمصادر الأمنية الرافعة أن أكثر من 300 شخص من الذين قتلوا ينتمون لجنسيات عربية في عمليات نفذت في مناطق صحراء الأنبار وجبال حمرين ونينوى وصلاح الدين وحزام بغداد وشمال بابل. نهاية النشرة السياسية. إلى الفن والمنوعات مع الزميل سعيد كوري. شكرا لكم. مساء الخير. المنوعة من هنا سوريا. في الفن، الممثل السوري باسل حيدر في السجن والضربة الأمريكية السورية في استعدادا للرحيل. في الثقافة، لغة الهنود الحمر مهددة بالانقراض مع وفاة آخر متحدثة بها وافتتاح مهرجان الفيلم المغربي في طنجة. في الرياضة، فريق إيطالي يسجل في مرماه 8 أهداف في 10 دقائق ومدرب المنتخب البرازيلي سيهرب إلى الكويت بعد كأس العالم. في التكنولوجيا، أبل توافق على تطبيق يكشف الطائرات من دون طيار. يشارك الفنان السوري باسل حيدر في الجزء الثاني من مسلسل سوبر فاميلي 2، حيث يؤدي شخصيته نفسها التي لعبها في الجزء الأول وديع، والذي يستقر في عمله ويصبح لديه شركته الخاصة ويقع في غرام سكرتيرته في الجزء الثاني. حب وديع للمال يدفعه للتعاون مع إحدى شخصيات العمل ويقوم باستثمار منزلها سرا ثم استثمار أموالها، ولرغبته في الوصول بسرعة وإثبات موقعه بالسوق يقع في أخطاء تدخله السجن. يبشر المخرج وسيم السيد عمليات تصوير خماسية استعداداً للرحيل تأليف عمر الشيخ ضمن خماسيات الحب كله التي تنتجها المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، وتدور أحداثها حول قيمة الحب في زمن الحرب وانعكاس الأحداث التي تمر بها البلاد على يوميات السوريين وتكويناتهم النفسية ضمن رؤى وأفكار مختلفة. كما تتناول الخماسية التي يستغرق تصويرها 10 أيام فترة الضربة الأمريكية المحتملة لسوريا. تم الإعلان في ولاية واشنطن عن وفاة المعمرة هيزل سامسون عن عمر يناهز 103 أعوام، والتي تسجل بوفاتها اندثار ثقافة شعب كامل، إذ أن هذه السيدة كانت آخر من يتكلم لغة الكلالام إحدى لغات الهنود الحمر. وحسب زعيم قبيلة الكلالام رون آلن، فإن سامسون تعلمت لغة القبيلة من والديها ومن ثم نشرت أول قاموس للغة المندثرة تحت إشراف عالم اللغويات في جامعة نورث تكساس. تم في سينما الريف في مدينة طنجة المغربية في الليلة قبل الماضية حفل افتتاح فعاليات الدورة 15 لمهرجان الفيلم المغربي، والذي ينظمه المركز السينمائي المغربي إلى غاية 15 من الشهر الحالي. وانطلق الحفل بتكريم مصطفى ستيتو وكيل المركز السابق، وذلك احتفاء بعطاءاته التي بصمت في الساحة السينمائية المغربية. قام فريق إيطالي بتسجيل 8 أهداف في الدقائق 10 الأخيرة من عمر المباراة لينتهي اللقاء مع الفريق الخصم بنتيجة 13-4 لصالح الأخير، إذ سجل الفريق أهدافه 8 هذا في مرماه بعد أن كان متفوقاً على خصمه ب4 أهداف مقابل 3. ودفعت هذه النتيجة الاتحاد الإيطالي إلى فتح ملف للتحقيق في المباراة من دور الدرجة 8 في كأس صقلية.
أعلن مدرب المنتخب البرازيلي فيليب سكولاري مازحاً أنه سيهرب من بلاده إلى الكويت في حال خسر منتخب البرازيل كأس العالم القادمة التي تنظمها بلاده، وأكد أن البرازيل تحترم كافة المنافسين ولكنها مستعدة لاقتناص اللقب. ويأمل سكولاري الذي قاد البرازيل للفوز بكأس العالم قبل 12 عاماً في كوريا واليابان إلى تكرار نفس الإنجاز هذا العام، ويعتقد أن فريقه قادر على ذلك. وافقت شركة أبل بعد رفضها 5 مرات لتطبيق على الأجهزة المحمولة يسمح بالكشف عن الطائرات من دون طيار وإرسال تنبيهات على الجهاز المحمول عند تواجد أحدها في الأجواء القريبة. ويحتوي التطبيق على أرشيف لمعظم الضربات التي نفذتها الطائرات الأمريكية بلا طيار في مختلف أنحاء العالم، ونشر على تويتر سلسلة تغييرات توضح جميع الضربات الأمريكية المنفذة حول العالم باستخدام الطائرات من دون طيار. طريق مدرسة دار السلام بالألوان، جمعية شمس مبادرة طريق ملون. خلونا نتابع مع تقرير الزميلة مجدولين حداد. أطلقت جمعية شمس ضمن إطار حملتها الهادفة إلى تجميل شوارع دمشق حملة طريق ملون، حيث قام شباب هذه الجمعية برسم لوحات جدارية على محيط مدرسة دار السلام في الشعلان بدمشق. جمعية شمس والشباب السوري المثقف يحملون في داخلهم وعلى اختلاف مشاريعهم بذرة حب التطوع والعمل ليعيدوا لمدينة الياسمين رونقها وجمالها. اسمي بشار شعبان، رئيس جمعية شمس الثقافية. حالياً أنا مدير المشروع، هو مشروع اسمه طريق ملون، مشروع هادف إلى نشر الجمال في شوارع الشام. مشروعنا هو شعاره الفن والجمال أقوى من الحرب والدمار. تمام؟ تقريباً صرنا 3 شهور عم نحضر للمشروع بمشاركة تقريباً 30 فنان تشكيلي هن أعضاء جمعية شمس. أنا رامي، طالب جامعي بكلية الفنون الجميلة سنة أولى. المبادرة هي عمل تطوعي لجمعية شمس، عمل فني هادف، إنه لوحات فنية على جدار مدرسة دار السلام. هو بلشنا المشروع بفكرة اجتمعنا بالجمعية وهلأ عم ننهي خطوة خطوة. اسمي نايا سلطون. أنا أجيت لهون لأنه طلبونا إنه مشان نلون مدرسة دار السلام، أنا عجبتني كتير وهلأ عم لون هذا الحيط، هيك حاسب استمتاع كتير وحاسب مغامرة هيك حلوة كتير. أنا علي المير مصطفى، خريج نحت أو ماجستير نحت في فنون جميلة. هاي المبادرة هي من جمعية شمس، يعني جمعية شمس هي الشباب مثقف سوري بتعتني بنشر الثقافة يعني بشكل عام خاصة هلأ يعني. فهلأ يعني كان هاي البادرة هي إنه ننشر شيء هو فن، شيء الفرح، أي شيء ألوان، يعني شيء جديد على الناس هن مو متعودين إنه يشوفوا هيك شيء بالشارع. اسمي بتول شرتوح، سنة أولى فنون جميلة. أنا حبيت ساعد رفقاتي مشان نحسن صورة بلدنا والفن ونقربه للمجتمعات الثانية اللي بيفهموها غلط ونساعد ببناء مجتمعنا بطريقة سهلة وحلوة غير إنه الدمار وغير أشياء بتخوف العالم يلي بتشوف بلدنا. اسمي عمر شماع، خريج فنون جميلة. مهمة بكل الأحوال، من احنا اليوم يعني عايشين ظرف شوي محتاجين هاي الأمور، عرفتي انه نرجع يعني رجع دور فن ثقافة بالبلد. فمهم كتير انه يكون موجود هذا الشيء بالشارع، يعني ما يكون هو موجه للنخبة المثقفة اصلا، فلا كل العالم بتشوفه فبيوصل للكل. فهي لوحتي هنا دمشق اسمها. شباب سوري عاشق للفن أراد أن تتزين دمشق بأبهى الألوان فكانت مبادرتهم طريق ملون، حملة أطلقتها جمعية شمس لترتقي بسوية الفن وتمحو عن هذه المدينة الحزن والتعب. من أمام مدرسة دار السلام في الشعلان لهنا سوريا، مجدوني حداد. هي كانت أهم أخبارنا المنوعة لليوم. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني siriaizhir.com. لاقونا بكرة.